هذا فول للمنتخب التايلاندي. سجل منتخب تايلاند مفاجأة كبيرة وتغلب على نظيره البحريني بهدف نظيف في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة أمم آسيا. سجل تشانا ثيب هدف الفوز لمنتخب تايلاند في الدقيقة 59. ورغم أن المنتخب البحريني فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، لكن هجمات الفريق على تايلاند لم تشكل خطورة تذكر. واعتمد المنتخب التايلندي على الهجمات المرتدة السريعة والتي جاء من إحداها هدف الفوز الوحيد عكس سير اللعب ليحصد منتخب تايلاند أول 3 نقاط في البطولة. وبلغ منتخب الأردن رسمياً دور 16 لنهائيات كأس آسيا عندما حسم ديربي الشام وحقق فوزاً مستحقاً على نظيره السوري بهدفين نظيفين، ذلك في المواجهة القوية التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية. جاءت البداية حذرة بالنظر لأهمية المباراة في حسابات التأهل، مما انعكس سلباً على التطلعات الهجومية لمنتخبي الأردن وسوريا، والذي بدأ يظهر جرأة أكبر في الامتداد الهجومي ليتراجع الأردن للخلف، يعتمد على الهجمات المرتدة والمنسقة كسلاح لمباغتة مرمى خصمه، وهو ما نتج عنه هدفين مستحقين. وأحرز هدفي الأردن في الشوط الأول موسى التعمري في الدقيقة 26 وطارق خطاب في الدقيقة 43 ليحافظ النشامى على صدارة المجموعة الثانية بعدما رفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد منتخب سوريا متوقفا عند نقطة واحدة فقط.